أكبر كل ما ينجم يكون معناتها تداعياته سلبية على الفريق وخاصة على الحارس الأول المنتخب. ما باش نرجع شوية للتاريخ، ما خاطر التاريخ هو اللي ضمن لنا باش يكون عندنا حاضر ومستقبل. 28 سبتمبر اللي فات قلت لك دحمان خارج من نادي سبيرسي، قلت لي لا كيفاش باش تفاهموا درا شنو، قلت لك يعني نقول لك راهو خارج لأنه 400 ألف دينار مش مونطون كبير كريم، راه وقت أقل وقتها 270 نتذكر ولا 250 كان مانيش ما عنديش المعلومة نتذكر 250 ما عنديش المعلومة الدقيقة كريم، اخزر اخزر ما فماش اون اونفي من الجهتين باش يكملوا المشوار، لا من الهيئة التسييرية اللي هي تحمل أكبر نسبة من الفشل مسؤولية في الدوسي هذا، فشل 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 هذا فشل. أيمن دحمان جاء كونتراتو من تركيا كان تتذكر بقيمة 450 ألف دولار كان تتذكر وقت اللي مازال كي ولا ترسم في المنتخب عم ناول في آخر السيزون تاع الصيف وديبوت سيزون ستي جوان جويليا بدأ الحديث على 500 ألف دولار. قعدنا في البلاتو قلنا كيفاش حارس دولي مليار ونص شوية شوية صحيح به عاد صديقي فهمني ولكن نرجع تو بالتوالي عاد ناخذهم المليار ونص، معناها منشيرة باش تخسر مليار ونص ومنشيرة باش تخسر خدمات لاعب دولي وحارس وكابتن واللورا نتاعو والبرستيج نتاعو والليدر والليدر. دونك في الاخر باش ما نقولوش هاك المثل الشعبي باش تخسر منا ومنا. دونك اليوم شو ربح النادي سبيرسي؟ ربح كريديبيليتي نتاعو الهيئة التسييرية نحكي لك كريديبيليتي نتاعو اون جو، واني ناديت عديد المرات يا دقدوق زيد عام مع الفريق نتاعك باش نفعوا اموان ب 300 400 الف دينار، يا دحمان كيف كيف خمم في مصلحتك صحيح مهمه جدا لكن خمم في فريق تو زعما انت ماشي في بالك دحمان 400 الف دينار باش يقلقوها الهيئه التسييريه علورك هو حسب ما نسمع وحسب المعلومه اللي جاتني اعطاوه عرض محترم جدا باش اغلى في تاريخ الفريق، اغلى في تاريخ الفريق باكثر من 120 دينار الف دينار في الشهر. لا قلق هذا ايش اسمعك؟ هي اقل 120 مليون اما أكثر من اللي كان يخو في علي معلول، أكثر من اللي كان يخو في علي معلول. إي إيش بيك إن زدت عام أنت وتجي أي فريق باش يتفاهم معاك من بعد تنفع فريق. دونك واضح هو اللي الحزم السعودي كما كنت تحكي ما وصل عطاك المونتون الكبير تاع الرواتب والأجور إلا ما هو في حلم الارتباطات، معناها المونتون اللي كان باش يعطيه لجمعيته اللي هو مليار ونص ولا زوج مليارات واللي هو هتبدا عنده عام برك كونتراكت وديما القيمه تبدا اقل، كان عنده 3 4 سير يوصل 3 4 مليارات، دونك المونتور اللي كان مش عاتيه للسي اس اس عطاه الكل تحمل، هذا هو معناه في الاخر. اش معناه انت اجون يجيب لك لاعب فري بسرعه دونك حسب رايي السيتياسيون معقده برشا، دحمان حاطط في مخه باش يخرج من قبل وباش يتعدى في ان باليي، لكن مع كامل احتراماتي ني الفولي الرياضي اللي باش يخرج له دحمان باش يسمح له باش يطلع في المستوى ممتاز السعودي ايه دي ممتاز سعودي دحمان حارس منتخب الاول انت باش تحكي ولدي ايه شبيه ممتاز سعودي ايه شبيه يا ولدي نيفو نيفو راه مش لاعب حزم السعودي مش نصر يا شبيه مش يلعب ضد النصر ومش يلعب ضد الاتحاد ومش يلعب ضد الهلال ومش يلعب مش كون اللاعب في نادي الشامبيونز ليغ بل بولي مشى الباطل لا مش كون اللاعب التونسي يلعب في الحزم وش اسمه والاخر اللي مشى للشباب السعودي اللاعب التونسي تو في البطوله التونسي في البطوله من لي زاتاكون للبولا يجي يلعب في النصر وفي الهلال في الهلال والنصر لا ما نقولش الهلال النصر الاتحاد دحمان جاتو تركيا وجاتو سويسرا وجاتو بلجيكا وما حبش حب يمشي للسعودي خاطر السعودي فيها اكثر فلوس ما نحكيوش على على توسكي سبورتيف ما تصوروش تو يخمم فلوس ما نبداوش نغطيو في عين الشمس بالغربال جاتو تركيا ولا جاتو سويسرا ولا إيه جاتو فاروق مش كبار ياسر جاتو فاروق بالمصطفى لعب في الشباب والشباب في اسوء حالتها وقتها يا ولدي دحمان جاو دي زوفر اسوء وقتها شباب نعرف جاو دي زوفر قربوه من التوب نيفو تاع الكوره تو الشباب رجعت اما نحكيو على دحمان حارس ولاني في المنتخب في اوج العطاء 16 سنه راه ينجم يعطي اليوم فيما في فرق قرب برشا من الدوريات الاوروبيه كريم شنو يا اخي خي دحمان اليوم رياضيا رياضيا اليوم دحمان ما ينجمش يسامبوز في مونبولي ما ينجمش يسامبوز في نيس تو رياضيا ينجم يا دكتور اي اما هو اختار نعطيك زوز اسماء من احسن اللاعبين اليوم في المنتخب بسرت ماما سعد بقير مش كيف سعد بقير وين يلعب في السعوديه في الدوري السعودي ولا في ابها في ابها وش وش اسمه اللي كان مصاب اللي يلعب في الاتفاق سليتي ايوه سليك هذاك مشي على الفولي المادي مش على حاجه اخرى مش على حاجه اخرى في دقيقه دوري سعودي قوي يا سيدي ما قلناش اللي ولا قوي لا جديد بخصوص الترشحات غلق باب الترشحات لو 26